تحتفل القوات البحرية اليوم بعيدها 57 الذي يوافق يوم 21 من أكتوبر من عام 1967 ذكرى إغراق المدمرة إيلات، والذي يعد أحد أعظم الانتصارات للبحرية المصرية. وفي كلمته بالمناسبة أشار قائد القوات البحرية الفريق أشرف إبراهيم عطوة إلى الدعم الذي تليه القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة للقوات البحرية لتطوير البنية التحتية وتحديث القدرات القتالية بامتلاكها أحدث الوحدات البحرية من مختلف الطرازات. عالم مليء بالتحديات البحرية نرى فيه القوات البحرية المصرية. رمزا للشجاعة والإقدام. فهي الدروع التي تتحدى الأموال وتحمي سواحل الوطن بكل قوة وثبات. فهم رجال البحرية المصرية، رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. تحتفل القوات البحرية المصرية بعيدها 57 والذي يوافق ذكراه يوم 21 من شهر أكتوبر عام 1967 ذكرى إغراق المدمرة إيلات، والذي يعد أحد أعظم الانتصارات للبحرية المصرية. حيث أكد الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية أن المجد الذي تحقق في هذا اليوم كان أكبر برهان على قوة وعزيمة رجال قواتنا البحرية. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي والذي عقد بمقر قيادة القوات البحرية برأس التين بالأسكندرية بمناسبة الاحتفال بعيد القوات البحرية. تحتفل قواتنا البحرية اليوم بعيدها 57 والذي يوافق ذكرى يوم 21 من أكتوبر عام 1967 ذلك اليوم الخالد في تاريخ قواتنا البحرية الباسلة، حيث قامت بإطلاق أول صاروخ بحري على مستوى العالم وتدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات. إن ما حققته قواتنا البحرية في ذلك اليوم المجيد لا يختزل في نصر تم تحقيقه خلال معركة بحرية، بل هو يوم استعادة الثقة للجند المصري والدليل على أن رجال قواتنا البحرية ما زالوا قادرين على تنفيذ مهامهم وحماية حدودنا البحرية. كما أشار إلى الدعم الذي تليه القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة للقوات البحرية لتطوير البنية التحتية وتحديث القدرات القتالية. إن قواتنا البحرية منذ إنشائها تمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات والنجاحات، ولعل ما مرت به من مراحل التطوير خلال العشر السنوات الماضية بدعم من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة هي أحد تلك النجاحات التي اشتملت على تطوير القواعد البحرية بما يلبي مطالب قواتنا البحرية لتكون قادرة على تنفيذ مهامها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية لمسرحي عمليات البحرين المتوسط والأحمر بشكل متزن وفعال. واختتم قائد القوات البحرية كلمته بتقديم التهنئة للضباط وضباط الصف والجنود والعاملين المدنيين بالقوات البحرية بعيدهم المجيد.